لكن اتلتيك بالباو ونجمه اسماعيل وراسيس وهداف الدوري الاسباني 9 اهداف. وادي محاوله هنا وتوغل اللاعب اتشباريا والعرضيه واسماعيل وراسيس في الدقيقه 78 يرفع رصيده من الاهداف في الدوري الاسباني الى 10 اهداف. كوره حلوه دي اسماعيل وراسيس امامنا اهو، خد الكره العرضيه من تيكو وعلى طول هدف التعادل الجميل لاسماعيل وراسيس. شوف حضراتكم هنا سكويرو رقم 9 عمل عرضيه واسماعيل وراسيس تقدم كده اتلتيك بلبا. يسعى اتلتيك بلباو بقى لتحقيق فوز مريح في هذا اللقاء والمسانده الجماهيريه الكبيره. وادي هنا المحاوله والكرات العرضيه من ناحيه الشمال، وادي على طول اسماعيل اورسياس على طول يجيب هدف جميل جدا. اسماعيل اورسياس هو من نجوم المنتخب الاسباني وجايب هدف جميل جدا الحقيقه اسماعيل اورسياس، وده الهدف الخامس ليه في الدوري الاسباني. كره عرضيه حلوه قوي من ناحيه الشمال، وادي اسماعيل اورسياس اهو على طول طالع براسه على طول الكره تبقى الهدف الثاني. لكن اتلتيك بلباو وادي هداف الدوري الاسباني اسماعيل وراسيس جايب حتى الان 9 اهداف وده هدفه العاشر ويتصدر به الهدافين في الدوري الاسباني. اسماعيل وراسيس لعب بمنتخب اسبانيا ويمكن الاختيار الاول مع راؤول للمدير الفني لمنتخب اسبانيا كاماتشو وحكم اللقاء جونزاليس فاسكويز. واتلتيك بلباو والدقيقه 6 بتشهد هدف التقدم للاعب اسماعيل وراسيس اللي جاب الهدف في الدقيقة 6، عنده 5 أهداف قبل هذه المباراة، يبقى كده رصيده 6 أهداف من الهدافين الكبار مع منتخب إسبانيا. كاماتشو دايما بيختاروا على طول ضمن التشكيلة.